السلام عليكم ورحمة الله. أهلا ومرحبا بكم أعزائنا الطلاب في درس جديد من دروس الرياضيات للصف الرابع، الوحدة الرابعة، الدرس الأول، الحساب الذهني، الضرب في مضاعفات العدد 10، الجزء الأول. سوف نتعلم في هذا الفيديو ضرب عدد مكون من رقمين في عدد مكون من رقمين من مضاعفات 10 باستعمال طرائق الحساب الذهني. تريد إدارة مدرسة طلب مستلزمات 20 غرفة صف جديدة. تحتاج كل غرفة صف إلى المستلزمات التالية: 20 مكتبا و30 مقعدا و40 قلم رصاص. ما العدد الذي يحتاج المدير إلى طلبه من كل نوع؟ حل هذه المسألة بأي طريقة تختارها. والآن إليك عزيزي الطالب هذه الأسئلة لكي تساعدك بالحل. كم عدد الغرف الصفية الجديدة؟ نعم أحسنت، 20 غرفة صفية. ما هي المستلزمات لكل غرفة؟ أحسنت، نعم 20 مكتبا و30 مقعدا و40 قلم رصاص. والآن ما الذي طلب منك فعله؟ نعم صحيح، إيجاد العدد الذي يحتاج المدير إلى طلبه من كل نوع. وأخيرا، ما العملية التي يجب استعمالها لإيجاد العدد الكلي للمكاتب؟ رائع، نعم إنها عملية الضرب. ولا تنسى عزيزي الطالب أنه يمكنك استعمال البنية في الحل. ما الحقائق الأساسية التي يمكن أن تستعملها لمساعدتك في حل هذه المسائل؟ وما العلاقات بين هذه الحقائق؟ والآن عزيزي الطالب أوقف الفيديو وحل هذه المسألة، ثم أكمل الفيديو بعد إنهاء الحل. قام حسين بتجزئة 20 إلى 10 ضرب 2، ثم استعمل خاصية التجميع للضرب وهي 20 ضرب 2 ضرب 10، ثم أوجد ناتج ضرب 20 ضرب 2، وكان الناتج 40 ضرب 10، أي أن الناتج هو 400 مكتب. لاحظ أن حسين استخدم حقيقة الضرب 2 ضرب 2 ووضع صفرين، صفر من 40 وصفر من 10، إذا نتج لدينا 400 مكتب. بعد ذلك قام بإيجاد عدد المقاعد، وذلك بضرب 20 ضرب 30، حيث قام بتجزئة العدد 20 إلى 10 ضرب 2، وقام بضربه العدد 30، وبإيجاد ناتج 30 ضرب 2 يكون الناتج 60 ضرب 10، أي أن الناتج هو 600 مقعد. وكذلك بالنسبة لإيجاد عدد أقلام الرصاص، حيث قام بضرب 20 ضرب 40، وأيضا قام بتجزئة العدد 20 إلى 2 ضرب 10، فيكون الناتج 40 ضرب 2 ضرب 10 باستخدام خاصية التجميع. وبالتبسيط يكون لدينا 40 ضرب 2 ويساوي 80 ضرب 10، أي 800 قلم رصاص. إذن يجب أن يطلب المدير 400 مكتب و600 مقعد و800 قلم رصاص. ومن ناحية أخرى قام عادل بعرض حله من خلال استخدام الشبكة، حيث رسم شبكة 20 مربع في 20 مربع، وقال بأن عدد المقاعد لدينا 20 ضرب 20 ويساوي 400 مقعد. وتعليقنا للحلان، استعمل حسين خواص العمليات لإيجاد جميع الكميات الثلاث، ولا ننسى بأنه استخدم الخاصية التجميعية. ومن ناحية أخرى قام عادل برسم شبكة الإجابة على جزء من السؤال. وبالملاحظة قام بحساب عدد المقاعد 20 ضرب 20، حيث أن عدد المقاعد لدينا 30 وعدد الغرف الصفية 20. إذن يمكن استعمال حقائق الضرب الأساسية وأنماط الأصفار
للمساعد على الضرب في مضاعفات العدد 10، وذلك تم استخدامه في إيجاد ناتج 20 ضرب 20 ليكون الناتج 400، حيث أنه إذا وجد عاملان وينتهي كل عامل منهما بصفر واحد فاكتب صفرين بعد ناتج الحقيقة الأساسية. أي أننا عندما قمنا بإيجاد ناتج 20 ضرب 20 كان الناتج 400، وتم استخدام الحقيقة الأساسية وهي 2 ضرب 2 ويساوي 4 وقمنا بوضع الصفرين. وكذلك 20 ضرب 30 كان الناتج 600، حيث استخدمنا الحقيقة الأساسية وهي 2 ضرب 3 كان الناتج 6 وقمنا بوضع الصفرين. وكذلك بالنسبة ل 20 ضرب 40 قمنا باستخدام الحقيقة الأساسية وهي 2 ضرب 4 ويساوي 8 وأيضا قمنا بوضع الصفرين. انظر مجددا صفحة 153 في الكتاب المدرسي، ابحث عن العلاقات، انظر في العوامل ونواتج الضرب، ما الأنماط التي تلاحظها؟ من خلال طريقة حساب عدد المكاتب في حل حسين قام بضرب 20 ضرب 20 وكان الناتج لدينا 400 مكتب. والآن عزيزي الطالب أوقف الفيديو وحل هذه المسألة وأكمل الفيديو بعد إنهاء الحل. نلاحظ من الحل بأنه يحتوي كل ناتج ضرب على صفرين، وأيضا يحتوي كل عامل على صفر واحد. وناتج الضرب يشكل حقيقة أساسية وهي أن 2 ضرب 2 ويساوي 4. السؤال الأساس، كيف يمكنك الضرب في مضاعفات العدد 10؟ سوف نقوم بإجابة هذا السؤال في نهاية الدرس. مثال صفحة 154 في الكتاب المدرسي، عدد زائري مدينة ألعاب من كل فئة عمرية موضح أدناه. لاحظ عزيزي الطالب الصورة المجاورة. ما عدد البالغين تحت عمر 65 الذين زاروا مدينة الألعاب في 20 يوما؟ وما عدد الأطفال الذين زاروا مدينة الألعاب في 30 يوما؟ وما عدد البالغين في عمر 65 وأكبر الذين زاروا مدينة الألعاب في 50 يوما؟ يمكنك الاستعانة بالشكل المجاور. والآن عزيزي الطالب، ما هو المطلوب لدينا من هذا السؤال؟ نعم أحسنت، المطلوب الأول هو عدد البالغين تحت عمر 65 الذين زاروا مدينة الألعاب في 20 يوما، وأيضا ما هو عدد الأطفال الذين زاروا مدينة الألعاب في 30 يوما، وكذلك عدد البالغين من عمر 65 وأكبر الذين زاروا مدينة الألعاب في 50 يوما. أولا، البالغون تحت عمر 65 في 20 يوما، حيث سوف نقوم بإيجاد 20 ضرب 60، ولكي نضرب 20 في 60 سوف نستعمل النمط 2 ضرب 6 ويساوي 12، أي أن 20 ضرب 6 يساوي 120، وبالتالي فإن 20 ضرب 60 يساوي 1200، أي أن A تساوي 1200، وبذلك يكون لدينا 1200 بالغ تحت عمر 65 زاروا مدينة الألعاب في 20 يوما. الأطفال في 30 يوما، أوجد 30 ضرب 80، عدد الأصفار في ناتج الضرب يساوي عدد الأصفار الكلي في كلا العاملين، أي أن 30 ضرب 80 تساوي نضرب 3 في 8 ويكون الناتج 24، ولا ننسى بأن لدينا 0 1 في 30 و 0 1 في 80 وبالتالي صفران، أي 30 ضرب 80 يساوي 2400، أي أن C تساوي 2400، ذلك يعني بأنه لدينا 2400 طفل زاروا مدينة الألعاب في 30 يوما. وأخيرا، البالغون في عمر 65 في 50 يوما، أوجد 50 ضرب 40. إذا كان ناتج الضرب حقيقة أساسية ينتهي بصفر فأدرج هذا الصفر في العد. نعلم بأن 5 ضرب 4 تساوي 20، فعند ضرب 50 ضرب 40
نقول 5 ضرب 4 تساوي 20، ونقوم بتحريك الصفرين 0 الخمسة و 0 الأربعة، ويكون الناتج لدينا الفعل. إذن A تساوي الفعل. إذن لدينا الفان بالغ في عمر 65 وأكبر زاروا مدينة الألعاب في 50 يوما. أقنعني صفحة 154 في الكتاب المدرسي. ابحث عن علاقات، اكتب الأعداد الناقصة في كل مما يلي، وضح إجابتك. والآن لدينا عزيز الطالب 3 مسائل. ما العدد الذي إذا ضربناه في 7 يكون الناتج 280؟ وما العدد الذي ضربناه في 40 يكون الناتج 1600؟ وما العدد الذي إذا ضربناه في 50 يكون الناتج 3000؟ والآن عزيز الطالب أوقف الفيديو وحل هذه المسألة، ثم أكمل الفيديو بعد إنهاء الحل. بداية سوف نستخدم الحقائق الأساسية للضرب والقسمة. نعلم بأن 28 مقسومة على عدد 7 يكون الناتج 4، وذلك لأن 4 ضرب 7 تساوي 28. إذن العدد الناقص لدينا هو العدد 4، وبإضافة 0 ناتج القسمة يكون الناتج لدينا 40. وفي الفرع الثاني أيضا سوف نستخدم الحقائق الأساسية للضرب والقسمة. نعلم بأن 16 مقسومة على العدد 4 يكون الناتج 4، وذلك لأن 4 ضرب 4 تساوي 16، أي أن الناتج هو العدد 4. وسوف نقوم بإضافة 0 لأن الناتج الضرب هو 1600 وهو يحتوي على صفران. وأخيرا سوف نستخدم الحقيقة 30 تقسيم 5 تساوي 6، وذلك لأن 6 ضرب 5 تساوي 30. ومن الناتج نعلم بأن الصفر الأول هو صفر العدد 30، والصفر العدد 50، إذن يكون الناتج لدينا هو العدد 60. والآن لتوضيح الإجابة، لقد ربطت ناتج الضرب وأحد العوامل بحقيقة أساسية لإيجاد الرقم الأول من العامل الناقص، ثم كتبت صفر كرقم إضافي لكي يطابق عدد الأصفار في العوامل وعدد الأصفار في الناتج. والآن عزيز الطالب بالعودة إلى السؤال الأساس، هل تستطيع الإجابة عن السؤال الأساس؟ كيف يمكنك الضرب في مضاعفات العدد 10؟ نعم أحسنت، إيجاد الحقيقة الأساسية المرتبطة وحلها، ثم أكتب الأصفار الإضافية. على سبيل المثال أوجد 50 ضرب 20، أوجد حل الحقيقة الأساسية 5 ضرب 2 وتساوي 10. يوجد 0 واحد في نهاية العدد 50 و 0 واحد نهاية العدد 20، وبالتالي نكتب صفران بعد ناتج ضرب الحقيقة الأساسية وهو 50 ضرب 20 ويساوي 1000. تدرب موجه صفحة 155 في الكتاب المدرسي. عبر عن فهمك، برر منطقيا، أوجد 50 ضرب 20، ما عدد الأصفار في ناتج الضرب؟ والآن عزيز الطالب أوقف الفيديو وحل التمارين، ثم أكمل الفيديو بعد انتهاء الحل. الناتج سوف يكون فيه 3 أصفار، وهي صفران، يوجد صفر واحد في نهاية العدد 50، وصفر واحد في نهاية العدد 20، ويوجد صفر من الحقيقة الأساسية وهي 2 ضرب 5 ويساوي 10، لأنها تنتهي بصفر واحد. لذا فإن ناتج ضرب 50 ضرب 20 يتضمن صفرا إضافيا ويساوي ناتج الضرب 1000. تدرب موجه صفحة 155 في الكتاب المدرسي. طبق فهمك. في التمارين من 3 إلى 8 استعمل الحقائق الأساسية والقيم المنزلية لإيجاد ناتج الضرب. 30 ضرب 10، 50 ضرب 10، 20 ضرب 10، 60 ضرب 20، 90 ضرب 40، و 80 ضرب 50. والآن عزيز الطالب أوقف الفيديو وحل التمارين، ثم أكمل الفيديو بعد انتهاء الحل. والآن عزيز الطالب بعد أن انتهيت من الحل سوف نتأكد من الإجابات. 30 ضرب 10 تساوي 300،
وذلك من خلال ضرب 3 ضرب 1 تساوي 3، ويوجد لدينا صفران، إذا الناتج هو 300. ثانيا 50 ضرب 10 ويساوي 500، وذلك بضرب 5 ضرب 1 يساوي 5، ويوجد لدينا صفران. 20 ضرب 10 ويساوي 200. 60 ضرب 20 تساوي 1200، وذلك بضرب 6 ضرب 2 ويساوي 12، ثم نضع الصفران. 90 ضرب 40 وتساوي 3600، حيث أن 9 ضرب 4 تساوي 36، ثم نضع الصفران. وأخيرا 80 ضرب 50 تساوي 4000، 8 ضرب 5 تساوي 40، ثم نضع الصفران. وإلى هنا نأتي إلى نهاية درسنا لهذا اليوم، على أمل اللقاء بكم في درس جديد من دروس الرياضيات للصف الرابع.